بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله رب العالمين. نبدأ بالوحدة الثانية، المناعة والتطعيمات. ويعني إحنا موضوع المناعة هذا الآن هو يعني حديث الساعة، بالذات في موضوع الكورونا. الكل يتحدث عن متى يستجيب الجسم للكورونا، أو متى يستطيع أن يقاوم الجسم الكورونا. المناعة، ما هي أسباب الوفيات؟ عدم وجود مناعة. كبار السن ليش بموتوا من الكورونا؟ إلى علاقة بالمناعة. فالمناعة هي حديث الآن، هي حديث الموسم إذا كان حبينا نقول، وحديث الساعة. عشان لازم كويس نتكلم منها، وانطلق إلى حد كبير إلى موضوع اللي هو الكورونا والمناعة تحت الكورونا. نتكلم عن المناعة. إيش معنى المناعة؟ هي مقاومة الجسم أو قدرة الجسم على مقاومة إصابة المرض. أي بالضبط المناعة؟ المناعة هي قدرة الجسم على الإصابة بالأمراض، أو هي قدرة الجسم من خلال الجهاز المناعي على الإصابة بالأمراض. طبعا كيف الجسم بيقدر يقاوم الأمراض؟ بيقاومها بأكثر من طريقة. أول طريقة عن طريق المناعة الطبيعية اللي حكينا عنها بالتفصيل، زي الجلد والدموع واللعاب والعرق، وكله حكينا عنه بالتفصيل، هذه يسموها المناعة الطبيعية. أو عن طريق المناعة النوعية، وهي اللي تتم عن طريق التطعيم أو التلقيحات، وحنشرح إيش معنى كلمة تطعيم بالتلقيحات بالتفصيل شوي. إذن أنواع المناعة. إذن المناعة هي نوعان، المناعة هي نوعان، مناعة طبيعية وأنا بسميها فطرية. أي بسميها فطرية على أساس إنه ما يصيرش في لخبطة بينها. أحد أنواع المناعة المكتسبة طبيعية. فإذا أنواع المناعة هنا، أنا مناعة طبيعية بنقول أنا بسميها إيش؟ فطرية. وهذه المناعة الطبيعية الفطرية زي الجلد، زي اللعاب، زي الأمعاء، زي الأحماض الموجودة في المعدة، كلها تعتبر يعني مناعة إيش؟ غير متخصصة. يعني إيش غير متخصصة؟ يعني بتعتمد أو بتصرف أو بتسلك مع البكتيريا بنفس السلوك مع كل أنواع البكتيريا. يعني مش كل جلد لا يقاوم نوع من معين من البكتيريا يعني بطريقة أخرى. فالجلد يقاوم كل أنواع البكتيريا بنفس الآلية وبنفس الميكانيزم. إذن أما المناعة، وهي المناعة الثانية مناعة المكتسبة أو مناعة طبيعية. لما نتكلم عن المناعة الطبيعية أو الفطرية أو اللا نوعية، وقلنا كلمة لا نوعية هان إنه مقصود فيها بأنه لا، يعني هي ليست مقصود لا، يعني هي ما بتقاومش نوع محدد من البكتيريا أو الفيروسات. هي بتعطي مناعة بشكل عام للجسم كله. وطبعا هذه المناعة يولد يعني والجسم يولدها من أبويه، وبتطور معاه. وطبعا بتعتمد على مناعة خلوية أو خلطية، وحنشوف إيه معك كلمة خلوية أو خلطية. إذن المناعة الطبيعية أو الفطرية، وهي عبارة عن خطوط دفاعية بتكون من ثلاث أنواع من الخطوط الدفاعية. وفي خطوط دفاعية ثلاث أنواع، هي ميكانيكية نعم، وكيميائية وخلوية. إذن هي جسم تتولد في الجسم أيضا، وأهم حاجة تتولد في الجسم بدون التعرض لأي مؤثر، هي موجود فيه. يعني الجلد دائما موجود في الإنسان، مش بالضرورة الإنسان يصاب إشي عشان يصير عنده جلد. أو العرق، العرق موجود دائما بالإنسان، مش بالضرورة العرق يكون يعني الإنسان يصاب بنوع من عين بكتيريا عشان الجسم يطلع عرق معين يقاوم هذا النوع من البكتيريا. فعشان نسميها هي إيش؟ لا نوعية. إذا مناعة طبيعية هي فطرية، يعني يفطر عليها الإنسان، أو يعني يفطر عليها، يعني المقصود فيها إنه يعني يولد عليها، وأيضا تتكون دون التعرض لأي مؤثرات خارجية. إذا الكلام تكلمناه توي، مميزات المناعة الطبيعية هي غير متخصصة وغير نوعية. فهمنا إيش غير متخصصة وغير نوعية؟ أيضا تتولد دون التعرض مؤثرات خارجية. وتكلمنا أكثر مرة بأنه الجلد مش ضروري يعني يكون في الإنسان جلد عشان يعني يقاوم الميكروبات، هو الجلد موجود أيضا بأي دائما وأبدا. أيضا
لا تكون ذاكرة. يعني اليوم إذا كان الجلد قاوم عندي نوع معين من البكتيريا، الجلد لا يحفظ هذا النوع من البكتيريا عشان يقاومه مرة ثانية، هو حيقاومه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة بنفس الآلية، ومش بس هو، ويقاوم كل أنواع البكتيريا بنفس الآلية. أيضا هنا يعني إذا إضافة بأنه يعني ممثلة في سواء الجسم الحاد اللي هو أحيانا بسموها حاد سواء الجسم، بروتينات الطول الحاد والإنترفيرون، أكيد البنات بتاع التحليل عندي معلومات كفاية عن الموضوع هذا. إذا هذا النوع من المناعة تكون، المناعة الطبيعية تكون قلنا من 3 أنواع: حواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية وحواجز خلوية. إذا النوع الأول الحواجز الميكانيكية، وهي خط الدفاع الأول. أول ما بيجي ميكروب ما بيلاقي إلا الجلد أو العرق أو اللعاب، إذا هي خط الدفاع الأول عن الجسم، وهو المعيق لدخول اللي هو الميكروبات إلى الجسم. وأي اختراق لهذه الحواجز بيدخل الجسم إلى بيدخل الميكروب إلى الجسم، وهنا بتشكل الخطورة. بنبدأ أيضا هنا نحتاج إلى أنواع أخرى من المناعة. إذا زي إيش المناعة الميكانيكية؟ أولا زي الجلد، طبعا الجلد السليم والخالي من العطب والجروح أيضا بيحمي من البكتيريا، والبكتيريا لا تخترق الجسم السليم. على هذا الأساس بنقول دائما أن فيروس الكورونا لا ينتقل عن طريق الجلد، عشان هيك في أهمية كبيرة جدا أنه دائما نغسل إيدينا. مش مشكلة، لا سمح الله لو تم وسلمت على واحد عنده كورونا، ما فيش مشكلة حتى الآن. إذا كان رحت على الدار وغسلت إيديك بالصابون بالطريقة اللي شفتوها يمكن في الإعلام، بالصابون أو بالمعطرات أو بالمطهرات الموجودة، لكن عشان بس المهم تضمن إنه إيدك لم تلمس الأنف أو العين أو التم. لا سمح الله تسلم على أحد من معاه كورونا وحطيت إيدك على أنفك، سلام سلمك، هنا خلص انتقل الفيروس الى الجهاز التنفسي عن طريق سواء عن طريق العينين او عن طريق الانف او عن طريق الفم. اذا الجلد لا ينقل مرض الكورونا، هو عباره عن حامي حمى، والجلد ويحمينا من مرض الكورونا، وهو خط الدفاع الاول. لكن لا سمح الله، لا سمح الله، احيانا في بعض امراض زي مثلا الايدز او غيره، لو كان الجلد مجروح ممكن ينقل الأمراض اللي تنتقل عن طريق الدم، لكن أكيد نتكلم هنا عن الكورونا. أيضا من النوع الثاني من الأنواع اللي هو الأنواع اللي هو من الحواجز الميكانيكية أيضا الشعر. الشعر أخذنا كثير واحنا في صف رابع وخامس ابتدائي كيف انه شعر الانف ممكن يعيق دخول الميكروبات ويلتصق بالميكروبات، وهو عائق ميكانيكي. ايضا الاغشيه المخاطيه بالذات الموجوده في الانف، في كل فتحه من الجسم معرضه الى الخارج دائما فيها جهاز مخاطي او اغشيه مخاطيه. هذه اغشيه مخاطيه يعني تفرز مخاط يمنع التصاق او وصول الاجزاء الغريبه الى خلايا تلك العظم. اذا هي الاغشيه المخاطيه تفرز مخاط بيمنع التصاق اي جسم غريب او جراثيم عشان يصل للخلايا، تكون حاجز للوصول، والانسان بيتخلص من الاغشيه من هذه البكتيريا اللي دخلت عن طريق المخاط او عن طريق الاغذيه زي الانف بالعطس او بغيره. ايضا عندنا حاجه تسمى الخلايا الظاهريه ذات الاهداف، وبالذات هذه الخلايا الموجوده في الجهاز التنفسي، انه اي جسم غريب اجى او بسموها ابيثيليال سيلز، اي غريب اي جسم غريب اجى بالذات عن طريق الجهاز التنفسي، هذه عن طريق اهدافها ممكن تطرد الجراثيم. ايضا من اللي هو الحواجز الميكانيكيه ايضا الافرازات الحامضيه والانزيميه المعده، اكيد يعني معظم الاحياء الدقيقه لا تتحمل حموضه
المعده او الافرازات الانزيميه للمعده، لان انزيمات الافرازات الانزيميه للمعده ستكسر هذه الحياه الدقيقه او الميكروبات. ايضا اللعاب والعاق له دور منظف، اللعاب والعاق له دور منظف، ينظف الميكروبات على الجسم. وطبعا انت لو انت كنت في منطقه شويه قذره حتلاقي انه اللعاب تبعك دائما متسخ، ولازم انت يعني تبصق هذا اللعاب. فاذا دور اللعاب له يعني دور منظف، وايضا الدموع له دور منظف. هي انت لما يجي اي ميكروب او اي جزء غريب على عينك بتلاقي دمعك، انت الدمع تبعك يعني يسقط بشكل مش طبيعي. فاذا يعني وكانه العين تعمل عمليه تنظيف. سبحان الله، جمع عظيم تنظيف يعني رباني لحالها بدون اي اوامر. فمن اين لو اجاك اي جسم غريب، وهذا اصلا هيك الحل، دائما نقول للطلاب لو اجاك اي جسم غريب على عينك اغسل عينك، اغسل عينك. فالدموع تقوم بهذا الدواء بشكل كويس كتير. ايضا المسالك البولية، طبعا المسالك البولية عن طريق ان تخلص من كل الميكروبات الموجودة في الجسم في اثناء عملية التبول. نتكلم الان عن العطس او السعال او القيء والاسهال. طبعا العطس والسعال والقيء والاسهال لها دور منظف للجسم، وعشان هيك دائما بنقول انه لو كانت عندك عطس او سعال او قيء او اسهال لا تاخذ ادوية تمنع هذه الاشياء. ما تاخذش أدوية تمنع القيء أو الإسهال، ممنوع تاخذ أدوية تمنع القيء أو الإسهال. ليش؟ لأن الجسم في أشياء فاسدة دخلت المعدة، فالجسم بحاول يتخلص، والأمعاء، فالجسم بحاول يتخلص من هذه الأشياء الفاسدة عن طريق القيء والإسهال. فإذا أنا لو كان عندي طفل صغير عنده قيء وإسهال، أنا ما أعطوهوش أبدا، ما أعطوهوش أبدا أدوية ضد القيء، إلا إذا كان حسيت لا سمح الله إنه حيصير معاه يعني هنا حيصير معاه جفاف، انا ممكن اعطيه سوائل. ما وصلتش السوائل اللي اعطيته اياها ما كانش كافي وفي عنده جفاف، هنا بقى انا بضطر اعطيه يعني ادويه لمنع القيء او الاسهال. لانه القيء والاسهال هي رد فعل طبيعي للجسم للتخلص من المواد يعني او المواد الخطيره والمواد او المخلفات السيئه. ايضا المهبل بيفرز افرازات حامضيه غير ملائمه لنمو الجراثيم. في عندك اكيد انتم عارفين المطعم او النبت الطبيعي او النورمال فلورا هي عباره عن جراثيم، هي عباره عن جراثيم، نعم جراثيم ميكروبات بتكون موجوده في الامعاء، وهي تقوم يعني بمحاربه الجراثيم الممرضه وتقلل من يعني التصاق هذه يعني التصاق هذه الجراثيم ونموها في الغشاء المعوي. اذا المطاعم والنبت الطبيعي هي يجب التخلص منها؟ لا اكيد لا، بالعكس هي شيء ايجابي وشيء مهم جدا للانسان عشان يتخلص من الميكروبات الممرضه. فاذا المطاعم او النبت الطبيعي هو غير ممرض، بالعكس هو شيء مفيد للانسان وهو يعتبر من ادوات المناعه في الانسان. اذا هيك شرحنا الحواجز الميكانيكية، هنشرح الحواجز الكيميائية. إذا في هناك أيضا لبعض الأشياء اللي تكلمنا عنها احنا زي التعرق والنواتج، إلى التعرق قلنا له دور منظف، لكن أيضا له دور كيميائي مهم جدا. هذا بالذات لو بفرز هو حمض اللاكتيك، حمض اللاكتيك موجود في نواتج التعرق، وهذا اللاكتيك أسيد غير ملائم لنمو الميكروبات. إذا اللاكتيك أسيد اللي هو جاي في العرق بيكون موجود، هذا غير ملائم لنمو الميكروبات لأنه حامضي، والحامضية بيكون وسط غير ملائم لنمو الميكروبات. وكذلك في حاجة ما يسمى أنزيمات الليزوم أو بنسميها الأنزيمات الحالة، وحنشوف كمان شيء هي شيء مهم وشيء مفيد أيضا موجودة في نواتج الغدة الدهنية، ويعني وهذا أيضا تعتبر قاتلة يعني لكثير من البكتيريا. حنشرح يعني كيف وظيفة أنزيمات الليزوم أو اللي هو الخمائر، حنا نسميها الخمائر أو أنزيمات الليزوم أو الخمائر الحالة، بنسميها أحيانا نسميها الخمائر الحالة.
الدمع. الدمع قلنا له دور منظف، اذا كان اي شيء اجى على العين على طول العين بتفرز كميات كبيره من الدمع عشان تعمل تنظيف. مش بس هيك كمان الدمع مفيد جدا. ليش؟ لانه يحتوي على الانزيمات الحاله اللي هي قادره على قتل الميكروبات، وخصوصا الميكروبات يعني الجراثيم الموجبه الجرام او بسموها جرام بوزيتيف، كلكم عارفينها الى حد ما بالذات تعيين التحاليل، هي عباره اذا انزيمات الجذوم هي قادره على قتل الجراثيم الموجبه الجرام او بسموها جرام بوزيتيف. اذا الدمع له دورين، والتعرق ايضا له دورين، يلعب دور كحواجز ميكانيكيه، وايضا يلعب دور كبير كحواجز كيميائيه. ايضا الاحماض الموجوده في المعده يعني بالذات حامض الهيدروكليك له حامض الهيدروكليك تعتبر حموضه 1.5، يعني الحموضه 1.5 تعرفين الحموضه كل ما قلت رقم كل ما كان حموضه اقوى، فحموضه من 1 إلى 2، وحموضه يعني قادر على قتل غالبيه الجراثيم اللي تدخل عبر الفم. البول في يوريك اسيد، وهو عباره عن وسط حامضي مرتبط لنمو العديد من الجراثيم، وايضا يعني في هناك بعض انزيمات لقادرة على قتل الجراثيم الموجوده في المجاري البولي. اخر حاجه موجوده من الحواجز الكيميائيه هي الانزيمات الحاله او الخمايا الحاله او بسموها الليزوزومز، وعباره عن انزيمات او خمائر تفرز من في الجسم من معظم سوائل الجسم، طبعا ما عدا اللي هو النخاع الشوكي، ما عدا النخاع الشوكي تفرز زي كرات الدم البيضاء، ايضا تعتمد على عملها على الانزيمات الحاله، خلايا الاغشيه المخاطيه، خلايا الطحال يعني، وتوجد في الدمع، في العرق، في البول، في الغدد اللعابيه، في كل سوائل الجسم ما عدا سوائل النخاع الشوكي تكلمنا عن هذا، وهي قادره على قتل الجراثيم عن طريق البلعمه. يعني فيش مجال نشرح اياها، لكن ممكن تشوفوا انتم ايش عمليه البلعمه وكيف انه الليزومز هذا قادر انه بيقدر يشق، يعني بالذات بأثر على اللي هو الجدار الخلوي للجراثيمة، وبيسموها بأثر على الشق السكري لجلايكو. لجلايكو الموجود في انتم عارفين دائما يعني خلايا جدر الخلايا مكون من بروتينات وجلايكو بروتينز، بسموه جلايكو بروتين، يعني نظام عنده نظام سكري ونظام بروتيني، جزئين، جزء سكري وجزء بروتيني، وهو قادر على شق السكر الموجود في جدار الخلية سواء كانت موجبة جرام أو سالبة جرام، وهيك لما هو يستطيع الأنزيمات الحالة تكسر هذا الجدار تفاعلها مع الشق السكري، إذا حنكسر الجدار إذا ماتت الجراثيم وماتت الخلية الجراثيم. نتكلم عن الإفرازات المهبلية، أيضا الإفرازات المهبلية هي إفرازات دائما حامضية، والأحماض هذه قادرة على قتل الميكروبات. آخر حاجة نتكلم عن الحواجز أو العوامل الخلوية المشتركة في المناعة الطبيعية. دائما لما نتكلم عن الحواجز الخلوية دائما نتكلم فقط عن كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء هي حواجز خلوية، ليش منها مش يعني ليست يعني مناعة مكتسبة؟ لأنها مش متخصصة. أي واحد عنده التهاب على طول بتطلع أو تدخل أي نوع من الجراثيم على طول بتفرز جسم بفرز كرات دم بيضاء بأنواعها مختلفة، وهذه حواجز مهمة جدا الكرات دم البيضاء، إن هي بتطلع وبتقتل كل أنواع الجراثيم، فهي إذا كرات دم البيضاء أي نوع أي التهاب بصير فيه بتلاقي مباشرة بتلاقي إنه الجسم بيطلع كرات دم بيضاء، وهذه كرات دم بيضاء أيضا تقتل معظم انواع الميكروبات، وهي يعني غير متخصصه لاي نوع من الميكروبات الغازيه. اذا الكرات البيضاء هي الوحيده طبعا من الجهاز المناعي تكون هي متحركه، كل الاعضاء شفناها سابقا كانت ثابته، هي الوحيده تكون متحركه لتأدية وظائف دفاعيه، وطبعا ايضا دائما تنتقل الى مكان دخول الميكروبات، وطبعا كل الكرات البيضاء
بتلعب دور كبير في المناعه، واكثر واحد تلعب فيه في انواع في الحمضيه والقاعديه والمعتدله او العادله. فاحسن واحد فيهم واقوى واحد فيهم وبتلعب دور كبير في عمليه المناعه اللي هي الخلايا المعتدله. اذا العوامل المؤثره في المناعه الطبيعيه، هل كل الناس الآن نتحدث قاعدين نتحدث إنه والله إنه دائما شخص من شخص إلى شخص بتفرق مناعته نحو الكورونا، وبتكلم كثير إنه الكورونا بتقتل الناس اللي عندهم مرض زي مرض السكري أو الضغط أو أمراض سرطان أو أمراض كذا، إنه الكورونا بينما الناس ما عندهمش الأمراض وعندهم قدرة أكبر على المقاومة في المناعة. إذا في عندي عوامل مؤثرة ومرتبطة بالعائل، زي إيش؟ العامل الوراثي، الجنس او النوع. وتكلمنا في الكورونا بشكل كبير انه الاناث اكثر مقاومه لمرض الكورونا، ومعظم الوفيات من الرجال، معظم الوفيات من الرجال، والنساء اكثر مقاومه للكورونا. تقولي ليش والله النساء اكثر مقاومه لبعض الامراض؟ هي عندها قدره فسيولوجيه معينه لمقاومه هذا النوع من الامراض. ايضا اختلافات العرقيه، واحنا بنشوف الان بنشوف والله ممكن يقول لك انه والله في الشرق الاوسط يعني الكورونا مش زي اوروبا. اوروبا كانت اكثر يعني تاثرا بالكورونا من الشرق الاوسط، يعني عشان ممكن يكون في عندنا اختلافات عرقيه وانه العرق نفسه تلعب دور في الموضوع. اكيد العمر، شفنا في الكورونا معظم اللي بيموتوا من الكورونا فوق 80 سنه، وهي أيضا لا تصيب لتحت 10 سنين، قد تصيبه لكن لا تحدث عليه أي أعراض للمرض. فهذا إذا العمر له دور كبير في الإصابة في المناعة وحدوث المناعة. أيضا الفروق الفردية من شخص لواحد، ممكن تلاقي واحد عمره امبارح لقينا واحد عمره 105 سنوات استطاع أنه يقاوم الكورونا. فإذا فوق بينما الناس اللي كبار في السن فوق 80 أو 70 ممكن ما يقدروش يقاوموا بشكل عام، ما يقدروش يقاوموا الكورونا. إذا في فوق فردية من شخص إلى آخر، في تأثيرات هرمونية، وغالبا غالبا أن المرأة تستطيع أن تقاوم الكورونا أو مرض الفيروس الكورونا بسبب نوع من تأثيراتها الهرمونية اللي بيزيد من المناعة بتاعتها. ايضا تاثير العوامل النفسيه، كثير من الامراض يعني او كثير من المناعه تعتمد على العامل النفسي، وواضح جدا تاثير العامل النفسي في مقاومه الكثير من الامراض. العوامل النفسيه، الانسان نفسيته كويسه بفرز هرمونات تساعده على المقاومه للامراض. اذا في ان تكلمنا في ان عوامل مرتبطه بالعائل، عوامل مرتبطه بالبيئه. إذا العوامل المرتبطة بالبيئة زي تأثير العوامل الغذائية، أكيد كل ما كان الإنسان بيأكل أكل صحي وأكل سليم أكيد بيستطيع أكثر أنه يقاوم ويكون مناعته أحسن ويقاوم الميكروبات بشكل كويس بشكل كثير. المستوى المعيشي في المناطق الفقيرة، وهذا الخوف إحنا عندنا في غزة، عندنا مخيمات كبيرة جدا، لا سمح الله لو صارت عدوى الكورونا حيكون مؤثر جدا، لأنه مستوى المعيشة على الناس منخفض، مناعتهم منخفضة، غذائهم أيضا تأثير العوامل الغذائية فطبعا بيلعب دور. إذا العوامل الطبيعية أيضا نسبة التعرض لمسببات المرض، بشكل كبير احنا لقينا بأنه الناس اللي بتعرضوا للأمراض هم زار شوي شوي للمرض شوي عندهم مناعة أقوى كثير من الناس الذين يتم يعني التحفظ يعني عليهم. شوف أنت لما يكون الأب والأم مهتمين بطفلهم بشكل كبير جدا ودائما في البيت، دائما هذا الطفل معرض للأمراض، بينما تلاقي الأطفال يعني من أسرهم فقيرة ودائما تلاقيهم في عز دين الشتاء بيلعب في الشارع أو بيلعب في المياه او كذا، وبتلاقي انه عنده قدره اكبر كثير على المقاومه لانه جسمه تعود الى حد كبير عن مسببات هذه الامراض. من هنا بننهي هذه الحلقه،
وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن المناعة النوعية. إذا هنا نحن أنهينا كل ما له علاقة بالمناعة الطبيعية أو خلينا نسميها الفطرية الغير متخصصة اللا نوعية اللي هي بتحدث دون تأثير دائما موجودة في الجسم وهي فطرية ويولد عليها الإنسان. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله رب العالمين. نبدأ بالوحدة الثانية، المناعة والتطعيمات. ويعني إحنا موضوع المناعة هذا الآن هو يعني حديث الساعة، بالذات موضوع الكورونا. الكل يتحدث عن متى يستجيب الجسم للكورونا أو متى يستطيع أن يقاوم الجسم الكورونا. المناعة، ما هي أسباب الوفيات؟ عدم وجود مناعة. كبار السن ليش بموتوا من الكورونا؟ إلى علاقة بالمناعة. فالمناعة هي حديث الآن، هي حديث الموسم إذا كان حابين نقول، وحديث الساعة. عشان هيك لازم كويس نتكلم منها وانطلق إلى حد كبير إلى موضوع اللي هو الكورونا والمناعة تحت الكورونا. نتكلم عن المناعة. إيش معنى المناعة؟ هي مقاومة الجسم أو قدرة الجسم على مقاومة إصابة المرض. أي بالضبط المناعة؟ المناعة هي قدرة الجسم على الإصابة بالأمراض، أو هي قدرة الجسم من خلال الجهاز المناعي على الإصابة بالأمراض. طبعا كيف الجسم بيقدر يقاوم الأمراض؟ بيقاومها بأكثر من طريقة. أول طريقة عن طريق المناعة الطبيعية اللي حكينا عنها بالتفصيل، زي الجلد والدموع واللعاب والعرق، وكله حنتكلم عنه بالتفصيل، هذا يسموها المناعة الطبيعية. أو عن طريق المناعة النوعية، وهي التي تتم عن طريق التطعيم أو التلقيحات، وحنشرح إيش معنى كلمة تطعيم بالتلقيحات بالتفصيل شوي. إذن أنواع المناعة. إذن المناعة هي نوعان، المناعة هي نوعان، مناعة طبيعية وأنا بسميها فطرية. أي بسميها فطرية على أساس إنه ما يصيرش فيه لخبطة بينها. أحد أنواع المناعة المكتسبة طبيعية. فإذا أنواع المناعة هنا، أنا مناعة طبيعية بنقول عنها بنسميها إيش؟ فطرية. وهذه المناعة الطبيعية الفطرية زي الجلد، زي اللعاب، زي الأمعاء، زي اللي هو الأحماض الموجودة في المعدة، كلها تعتبر يعني مناعة إيش؟ غير متخصصة. يعني إيش غير متخصصة؟ يعني بتعتمد أو بتتصرف أو بتسلك مع البكتيريا بنفس السلوك مع كل أنواع البكتيريا. يعني مش كل جلد لا يقاوم نوع من معين من البكتيريا يعني بطريقة أخرى. فالجلد يقاوم كل أنواع البكتيريا بنفس الآلية وبنفس الميكانيزم. إذن أما المناعة، وهي المناعة الثانية مناعة المكتسبة أو مناعة طبيعية. لما نتكلم عن المناعة الطبيعية أو الفطرية أو اللا نوعية، وقلنا كلمة لا نوعية هان إنه مقصود فيها بأنه لا، يعني هي ليست مقصود، يعني هي ما بتقاومش نوع محدد من البكتيريا أو الفيروسات، هي بتعطي مناعة بشكل عام للجسم كله. وطبعا هذا المناعة يولد يعني، والجسم يولدها من أبويه وبتطور معاه. وطبعا بتعتمد على مناعة خلوية أو خلطية، وحنشوف إيه معك من خلوية أو خلط. إذن المناعة الطبيعية أو الفطرية، وهي عبارة عن خطوط دفاعية بتكون من ثلاث أنواع من الخطوط الدفاعية، وفي خطوط دفاعية ثلاث أنواع، هي ميكانيكية نعم، وكيميائية وخلوية. إذن هي جسم تتولد في الجسم أيضا، وأهم حاجة تتولد في الجسم بدون التعرض لأي مؤثر، هي موجود فيه. يعني الجلد دائما موجود في الإنسان، مش بالضرورة الإنسان يصاب بإشي عشان يصير عنده جلد. أو العرق، العرق موجود دائما بالإنسان، مش بالضرورة العرق يكون يعني الإنسان يصاب بنوع من عين بكتيريا عشان الجسم يطلع عرق معين يقاوم هذا النوع من البكتيريا. فعشان نسميها هي إيش؟ لا نوعية. إذا مناعة طبيعية هي فطرية،
يعني يفطر عليها الإنسان، أو يعني يفطر عليها، يعني المقصود فيها أنه يعني يولد عليها، وأيضا تتكون دون التعرض لأي مؤثرات خارجية. إذا الكلام تكلمناه توي، مميزات المناعة الطبيعية هي غير متخصصة وغير نوعية، فهمنا إيش غير متخصصة وغير نوعية. أيضا تتولد دون التعرض مؤثرات خارجية، وتكلمنا أكثر من مرة بأنه الجلد مش ضروري يعني يكون في الإنسان جلد عشان يعني يقاوم الميكروبات، هو الجلد موجود أيضا بأي دائما وأبدا. أيضا لا تكون ذاكرة، يعني اليوم إذا كان الجلد قاوم عندي نوع معين من البكتيريا، الجلد لا يحفظ هذا النوع من البكتيريا عشان يقاوم مرة ثانية، هو حيقاومه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة بنفس الآلية، ومش بس هو، ويقاوم كل أنواع البكتيريا بنفس الآلية. أيضا هنا يعني إذا إضافة بأنه يعني ممثلة في سوائل الجسم الحاد، اللي هو أحيانا بسموها حاد سوائل الجسم، بروتينات الطول الحاد والإنترفيرون، أكيد البنات على التحليل عندي معلومات كفاية عن الموضوع هذا. إذن هذا النوع من المناعة تكون، والمناعة الطبيعية تكون قلنا من ثلاث أنواع: حواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية وحواجز خلوية. إذن النوع الأول حواجز الميكانيكية، وهي خط الدفاع الأول. أول ما بيجي ميكروب ما بلاقي إلى الجلد أو العرق أو اللعاب، إذن هي خط الدفاع الأول عن الجسم، وهو المعيق لدخول اللي هو الميكروبات إلى الجسم. وأي اختراق لهذه الحواجز بيدخل الجسم إلى، بيدخل الميكروب إلى الجسم، وهنا بتشكل الخطوة. بنبدأ أيضا هنا نحتاج إلى أنواع أخرى من المناعة. إذن زي إيش المناعة الميكانيكية؟ أولا زي الجلد، طبعا الجلد السليم والخالي من العطب والجروح أيضا بيحمي من البكتيريا، والبكتيريا لا تخترق الجسم السليم. على هذا الأساس بنقول دائما أن فيروس الكورونا لا ينتقل عن طريق الجلد، عشان هيك في أهمية كبيرة جدا أنه دائما نغسل إيدينا. مش مشكلة، لا سمح الله لو تم وسلمت على واحد عنده كورونا، ما فيش مشكلة حتى الآن. إذا كان روحت على الدار وغسلت إيديك بالصابون وبالطريقة اللي شفتوها يمكن في الإعلام، بالصابون أو بالمعطرات أو المطهرات الموجودة، لكن عشان بس مهم تضمن أنه إيدك لم تلمس الأنف أو العين أو التم. لا سمح الله تسلمت على أحد من معاه كورونا وحطيت إيدك على أنفك، سلام سلمك، هنا خلص انتقل الفيروس الى الجهاز التنفسي عن طريق، سواء عن طريق العينين او عن طريق الانف او عن طريق الفم. اذا الجلد لا ينقل مرض الكورونا، هو عباره عن حامي حمى، والجلد ويحمينا من مرض الكورونا، وهو خط الدفاع الاول. لكن لا سمح الله، لا سمح الله، احيانا في بعض امراض زي مثلا الايدز او غيره، لو كان الجلد مجروح ممكن ينقل الأمراض اللي تنتقل عن طريق الدم، لكن أكيد نتكلمش هنا عن الكورونا. أيضا من النوع الثاني، من الأنواع من الحواجز الميكانيكية أيضا الشعر. الشعر أخذنا كتير وإحنا في صف رابع وخمس دقائق كيف أن شعر الأنف ممكن يعيق دخول الميكروبات ويلتصق بالميكروبات، وهو عائق ميكانيكي. أيضا الأغشية المخاطية بالذات الموجودة في الأنف، في كل فتحة من الجسم معرضة إلى الخارج دائما فيها جهاز مخاطي أو أغشية مخاطية. هذه أغشية مخاطية يعني تفرز مخاط يمنع التصاق أو وصول أجزاء الغريبة إلى خلايا تلك العظم. إذن هي الأغشية المخاطية تفرز مخاط بيمنع التصاق أي جسم غريب أو جراثيم عشان يصل للخلية، تكون حاجز للوصول، والإنسان بيتخلص من الأغشية من هذه البكتيريا اللي دخلت عن طريق المخاط أو عن طريق الأغذية زي الأنف بالعطس أو بغيره. أيضا عندنا حاجة تسمى الخلايا الظاهرية
ذات الأهداف، وبالذات هذه الخلايا الموجودة في الجهاز التنفسي، إنه أي جسم غريب أجا أو بسموها إبيثيليال سيلز، أي غريب أي جسم غريب أجا بالذات عن طريق الجهاز التنفسي، هذه عن طريق أهدافها ممكن تطرد الجراثيم. أيضا من اللي هو الحواجز الميكانيكية، أيضا الإفرازات الحامضية والأنزيمية المعدة. أكيد يعني معظم الأحياء الدقيقة لا تتحمل حموضة المعدة أو الإفرازات الأنزيمية للمعدة، لأن أنزيمات الإفرازات الأنزيمية المعدة ستكسر هذه الأحياء الدقيقة أو الميكروبات. أيضا اللعاب والعاق له دور منظف، اللعاب والعاق له دور منظف، ينظف الميكروبات على الجسم. وطبعا انت لو انت كنت في منطقه شويه قذره حتلاقي انه اللعاب تبعك دائما متسخ، ولازم انت يعني تبصق هذا اللعاب، فاذا دور اللعاب له يعني دور منظف. وايضا الدموع لها دور منظف، هي انت لما يجي اي ميكروب او اي جزء غريب على عينك بتلاقي دمعك، انت الدمع تبعك يعني يسقط بشكل مش طبيعي، فاذا يعني وكانه العين تعمل عمليه تنظيف. سبحان الله، تعمل عظيم تنظيف يعني رباني لحالها بدون اي اوامر. فمن اين او اجاك اي جسم غريب، وهذا اصلا هيك الحل، دائما نقول للطلاب لو اجاك اي جسم غريب على عينك اغسل عينك، اغسل عينك، فالدموع تقوم بهذا الدواء بشكل كويس كتير. ايضا المسالك البولية، طبعا المسالك البولية عن طريق ان تخلص من كل الميكروبات الموجودة في الجسم في اثناء عملية التبول. نتكلم الان عن العطس او السعال او القيء والاسهال. طبعا العطس والسعال والقيء والاسهال لها دور منظف للجسم، وعشان هيك دائما بنقول انه لو كانت عندك عطس او سعال او قيء او اسهال لا تاخذ ادويه تمنع هذه الاشياء. ما تاخذش ادويه تمنع القيء او الاسهال، ممنوع تاخذ ادويه تمنع القيء او الاسهال. ليش؟ لان الجسم في اشياء فاسده دخلت المعدة، فالجسم بحاول يتخلص، والأمعاء، فالجسم بحاول يتخلص من هذه الأشياء الفاسدة عن طريق القيء والإسهال. فإذا أنا لو كان عندي طفل صغير عنده قيء وإسهال، أنا ما أعطوهوش أبدا، ما أعطوهوش أبدا أدوية ضد القيء، إلا إذا كان حسيت لازم على الله أنه حيصير معاه يعني هنا حيصير معاه جفاف، أنا ممكن أعطيه سوائل. ما وصلتش السوائل اللي أعطيته ما كانش كافي وفي عنده جفاف، هنا بقى أنا بضطر أعطيه يعني أدوية لمنع القيء أو الإسهال، لأن القيء والإسهال هي رد فعل طبيعي للجسم للتخلص من المواد يعني أو المواد الخطيرة والمواد أو المخلفات السيئة. ايضا المهبل بيفرز افرازات حامضيه غير ملائمه لنمو الجراثيم. في عندك اكيد انتم عارفين المطعمة او النبت الطبيعي او النورمال فلورا، هي عباره عن جراثيم، هي عباره عن جراثيم، نعم جراثيم ميكروبات بتكون موجوده في الامعاء، وهي تقوم يعني بمحاربه الجراثيم الممرضه وتقلل من يعني التصاق هذه يعني التصاق هذه الجراثيم ونموها في الغشاء المعوي. اذا المطاعم والنبت الطبيعي هي يجب التخلص منها؟ لا اكيد لا، بالعكس هي شيء ايجابي وشيء مهم جدا للانسان عشان يتخلص من الميكروبات الممرضه. فاذا المطاعم والنبت الطبيعي هو غير ممرض، بالعكس هو شيء مفيد للانسان، وهو يعتبر من ادوات المناعه في الانسان. اذا هيك شرحنا الحواجز الميكانيكية، هنشرح الحواجز الكيميائية. اذا في هناك ايضا لبعض الاشياء اللي تكلمنا عنها احنا زي التعرق والنواتج، الى التعرق قلنا له دور منظف، لكن ايضا له دور كيميائي مهم جدا، هذا وبالذات لو بيفرز هو حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك موجود في نواتج التعرق، وهذا اللاكتيك اسيد غير ملائم لنمو الميكروبات. اذا اللاكتيك اسيد اللي هو جاي في العرق بيكون موجود، هذا غير ملائم لنمو الميكروبات لانه حامضي، والحامضيه بيكون وسط غير ملائم لنمو الميكروبات. وكذلك في حاجه ما يسمى انزيمات
الهزوم او بنسميها الانزيمات الحاله. وحنشوف كمان شيء هي شيء مهم وشيء مفيد ايضا موجوده في نواتج الغده الدهنيه، ويعني وهذا ايضا تعتبر قاتله يعني لكثير من البكتيريا. حنشرح يعني كيف وظيفه انزيمات الهزوم او اللي هو الخمائر، احيانا نسميها الخمائر او انزيمات الهزوم او الخمائر الحاله، نسميها احيانا نسميها الخمائر الحاله. الدمع، الدمع قلنا له دور منظف، اذا كان اي شيء اجى على العين على طول العين بتفرز كميات كبيره من الدمع عشان تعمل تنظيف. مش بس هيك كمان الدمع مفيد جدا. ليش؟ لانه يحتوي على الانزيمات الحاله اللي هي قادره على قتل الميكروبات، وخصوصا الميكروبات يعني الجراثيم الموجبه الجرام او بسموها جرام بوزيتيف، كلكم عارفين الى حد ما بالذات تعيين التحليل، هي عباره اذا انزيمات الهزوم هي قادره على قتل الجراثيم الموجبه الجرام او بسموها جرام بوزيتيف. اذا الدمع له دورين، والتعرق ايضا له دورين، يلعب دور كحواجز ميكانيكيه، وايضا يلعب دور كبير كحواجز كيميائيه. ايضا الاحماض الموجوده في المعده يعني بالذات حامض الهيدروكليك له حامض الهيدروكليك تعتبر حموضه 1.5، يعني الحموضه 1.5 تعرفين الحموضه كل ما قلت رقم كل ما كان حموضه اقوى، فحموضه من 1 إلى 2، وحموضه يعني قادر على قتل غالبيه الجراثيم اللي تدخل عبر الفم. البول في يوريك اسيد، وهو عباره عن وسط حامضي مثبط لنمو العديد من الجراثيم، وايضا يعني في هناك بعض انزيمات قادره على قتل الجراثيم الموجوده في المجاري البولي. اخر حاجه موجوده من الحواجز الكيميائيه هي الانزيمات الحاله او الخمائر الحاله او بسموها الليزوزومز، وهي عباره عن انزيمات او خمائر تفرز من في الجسم من معظم سوائل الجسم، طبعا ما عدا اللي هو النخاع الشوكي، ما عدا النخاع الشوكي. تفرز زي كرات الدم البيضاء، ايضا تعتمد على عملها على الانزيمات الحاله، خلايا الاغشيه المخاطيه، خلايا الطحال يعني، وتوجد في الدمع، في العرق، في البول، في الغدد اللعابيه، في كل سوائل الجسم ما عدا سوائل النخاع الشوكي تكلمنا عن هذا، وهي قادره على قتل الجراثيم عن طريق البلعمه. يعني فيش مجال نشرحك اياها، لكن ممكن تشوفوا انتم ايش عمليه البلعمه وكيف انه الليزومز هذا قادر انه بيقدر يشق، يعني بالذات بأثر على اللي هو الجدار الخلوي للجرثومة، وبيسموها بأثر على الشق السكري لجلايكو الموجود في انتم عارفين دائما يعني خلايا جدر الخلايا مكون من بروتينات وجلايكو بروتينز، بسموه جلايكو بروتين، يعني نظام عنده نظام سكري ونظام بروتيني، جزئين، جزء سكري وجزء بروتيني، وهو قادر على شق السكر الموجود في جدار الخلية سواء كانت موجبة الجرام أو سالبة الجرام. وهيك لما هو يستطيع الأنزيمات الحالة تكسر هذا الجدار تفاعلها مع الشق السكري، إذا حنكسر الجدار إذا ماتت الجراثيم وماتت الخلية الجراثيم. نتكلم عن الإفرازات المهبلية، أيضا الإفرازات المهبلية هي إفرازات دائما حامضية، والأحماض هذه قادرة على قتل الميكروبات. آخر حاجة نتكلم عن الحواجز أو العوامل الخلوية المشتركة في المناعة الطبيعية. دائما لما أتكلم عن الحواجز الخلوية دائما أتكلم فقط عن كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء هي حواجز خلوية، ليش منها مش يعني ليست يعني مناعة مكتسبة؟ لأنها مش متخصصة. اي واحد عنده التهاب على طول بتطلع او تدخل اي نوع من الجراثيم على طول بتفرز جسم بفرز كرات دم بيضاء بانواعها مختلفه، وهذه حواجز مهمه جدا الكرات الدم البيضاء انه هي بتطلع وبتقتل كل انواع الجراثيم. فهي اذا كرات الدم البيضاء اي نوع اي التهاب بصير فيه بتلاقي مباشره بتلاقي انه الجسم بيطلع كرات دم بيضاء، وهذه كرات دم بيضاء ايضا تقتل معظم انواع الميكروبات، وهي يعني غير
وهي غير متخصصة لأي نوع من الميكروبات الغازية. إذن الكرات البيضاء هي الوحيدة طبعا من الجهاز المناعي تكون هي متحركة، كل شفنا كل الأعضاء شفناها سابقا كانت ثابتة، هي الوحيدة تكون متحركة لتأدية وظائف دفاعية، وطبعا أيضا دائما تنتقل إلى مكان دخول الميكروبات. وطبعا كل الكرات البيضاء تلعب دور كبير في المناعة، وأكثر واحد تلعب فيه في أنواع في الحامضية والقاعدية والمعتدلة أو العادلة، فأحسن واحد فيهم وأقوى واحد فيهم وبتلعب دور كبير في عملية المناعة اللي هي الخلايا المعتدلة. إذن العوامل المؤثرة في المناعة الطبيعية، هل كل الناس الآن نتحدث قاعدين نتحدث إنه والله إنه دائما شخص من شخص إلى شخص تفرق مناعته نحو الكورونا، وبتكلم كثير إنه الكورونا بتقتل الناس اللي عندهم مرض زي مرض السكري أو الضغط أو أمراض سرطان أو أمراض كذا، إنه الكورونا، بينما الناس اللي ما عندهمش الأمراض عندهم قدرة أكبر على المقاومة في المناعة. إذا في عندي عوامل مؤثرة ومرتبطة بالعائل، زي إيش؟ العامل الوراثي، الجنس أو النوع. وتكلمنا في الكورونا بشكل كبير أنه الإناث أكثر مقاومة لمرض الكورونا، ومعظم الوفيات من الرجال، معظم الوفيات من الرجال، والنساء أكثر مقاومة للكورونا. تقولي ليش والله النساء أكثر مقاومة لبعض الأمراض؟ هي عندها قدرة فسيولوجية معينة لمقاومة هذا النوع من الأمراض. ايضا اختلافات العرقية، واحنا بنشوف الان بنشوف والله ممكن يقول لك ان والله في الشرق الاوسط يعني الكورونا مش زي اوروبا، اوروبا كانت اكثر يعني تاثرا بالكورونا من الشرق الاوسط، يعني عشان ممكن يكون في عندنا اختلافات عرقية وانه العرق نفسه تلعب دور في الموضوع. اكيد العمر، شفنا في الكورونا معظم اللي بموتوا من الكورونا فوق 80 سنة، وهي أيضا لا تصيب لتحت 10 سنين، قد تصيبه لكن لا تحدث عليه أي أعراض للمرض. فهذا إذا العمر له دور كبير في الإصابة في المناعة وحد المناعة. أيضا الفروق الفردية من شخص لواحد، ممكن تلاقي واحد عمه امبارح لقينا واحد عمه 105 سنوات استطاع أنه يقاوم الكورونا. فإذا فوق، بينما الناس اللي كبار في السن فوق 80 أو 70 ممكن ما يقدروش يقاوموا بشكل عام، ما يقدروش يقاوموا الكورونا. إذا في فوق فردية من شخص إلى آخر، في تأثيرات هرمونية، وغالبا غالبا أن المرأة تستطيع أن تقاوم الكورونا أو مرض الفيروس الكورونا بسبب نوع من تأثيراتها الهرمونية اللي بيزيد من المناعة تاعتها. ايضا تاثير العوامل النفسيه، كثير من الامراض يعني او كثير من المناعه تعتمد على العامل النفسي، واضح جدا تاثير العامل النفسي في مقاومه الكثير من الامراض. العوامل النفسيه، الانسان نفسيته كويسه بفرز هرمونات تساعد على المقاومه للامراض. اذا في ان تكلمنا في ان عوامل مرتبطه بالعائل وعوامل مرتبطه بالبيئه. إذا العوامل المرتبطة بالبيئة زي تأثير العوامل الغذائية، أكيد كل ما كان الإنسان بيأكل أكل صحي وأكل سليم أكيد بيستطيع أكثر أنه يقاوم ويكون مناعته أحسن ويقاوم الميكروبات بشكل كويس بشكل كثير. المستوى المعيشي في المناطق الفقيرة، وهذا الخوف إحنا عندنا في غزة، عندنا مخيمات كبيرة جدا، لا سمح الله لو صارت عدوى الكورونا حيكون مؤثر جدا، لأن مستوى المعيشة على الناس منخفض، مناعتهم منخفضة، غذائهم أيضا تأثير عوامل غذائية فطبعا بيلعب دور. إذا عوامل طبية، أيضا نسبة التعرض لمسببات المرض، بشكل كبير احنا لقينا بأنه الناس اللي بتعرضوا للأمراض هم صغار شوي شوي للمرض شوي عندهم مناعة أقوى كثير من الناس الذين يتم يعني التحفظ
يعني عليهم. شوف انت لما يكون الاب والام مهتمين بطفلهم بشكل كبير جدا ودائما في البيت، دائما هذا الطفل معرض للامراض، بينما تلاقي ان الاطفال يعني من الاسرهم فقيره ودائما تلاقيه في عز دين الشتاء بيلعب في الشارع او بيلعب في المياه او كذا، وبتلاقي انه عنده قدره اكبر كثير على المقاومه لانه جسمه تعود الى حد كبير عن مسببات هذه الأمراض. من هان بننهي هذه الحلقة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن المناعة النوعية. إذا هنا نحن أنهينا كل ما له علاقة بالمناعة الطبيعية أو خلينا نسميها الفطرية الغير متخصصة اللا نوعية اللي بتحدث دون تأثير، دائما موجودة في الجسم وهي فطرية ويولد عليها الإنسان